أنا المواطنة الفلسطينية السورية جيفارا، أعيش في مدينة حلب، أعمل كمدرسة للغة الإنجليزية في مدينة حلب أيضا. التحاقي بالثورة العسكرية كان نتيجة مشاهدتي لكل الأعمال الوحشية التي يقوم بها النظام، خاصة في مدينة حلب. بما أني أعيش في مدينة حلب، نزلت كإعلامية. في البداية كنت ناشطة في الحراك السلمي، عملت مع كثير من التنسيقيات والإخوة الذين كانوا يعملون قريبين مني. لم يكن الوضع بهذا السوء، ولكن عندما بدأ الحراك العسكري ولم يكف النظام يده عن البطش والقتل، وخاصة للمدنيين الأبرياء، وجدت نفسي لابد وأن أحمل سلاحا. نغير نمط السلاح، الإعلام سلاح والتدريس سلاح. ولم أكن يوما أتكلم بمبادئ وأعمل عكسها داخل عملي. كنت دائما أقول لطلابي حب العلم هو حب الوطن، وأعتقد أنني عملت ما قلت به وما كنت أعد طلابي به بحب الوطن. وحب الوطن يعني استخدام كل الأسلحة مهما كانت، ونحن هنا في ثورة مسلحة، لذلك يجب أن نحمل السلاح، لأن النظام لم يفهم ولا بأي وسيلة أنه يقتل المدنيين أولا وأخيرا ويدمر البلد بكافة أشكاله. قرار الالتحاق بالثورة العسكرية ألم يكن محرجا لك في مجتمع حلبي محافظ؟ طبعا تعرضت لنوع من الانتقاد والرفض من قبل الإخوة المجاهدين في الجبهة، ولكن إصراري الكبير، كنت دائما أقول لهم إن لم تعلموني سأشتري سلاحا بنفسي من مالي وأخرج إلى الجبهة، ولن يستطيع أحد أن يمنعني، ربما لأني من الأساس فلسطينية وأحمل قضية في داخلي، وكنت أشتاق منذ صغري أن أذهب إلى وطني وأحرر وأعيش على تراب فلسطين الحبيبة. كان ذلك حلمي منذ الصغر وهاجسي الوحيد. كبرت وربيت أطفالي عليه، وكنت أعدهم سأخذكم إلى فلسطين، سأخذكم إلى فلسطين. أنا قلت كما خرجنا ورفعنا أول شعارات الثورة السورية، الشعب يريد إسقاط النظام بأكمله، لأنه لم يقدم للشعب السوري أي شيء على مدار 40 سنة من التطور والتقدم والإنسانية إلا ما شوه داخل النفوس وآلمها بشكل كبير. مستقبل الثورة السورية إن شاء الله، إن شاء الله أنا واثقة أن الثورة إن شاء الله ستنتصر أكيد، لما قدمت فيه من تضحيات وإمكانيات. الشعب السوري هنا في الثورة قدم كل ما يملك من مال ومن عتاد ومن إمكانيات ومن مقدرات وخبرات من أجل إسقاط هذا النظام. كلما أرى إصرارا من الأخوة وإرادة قوية وعزيمة أتفائل كثيرا، وأصر وأتمنى منهم أن لا يتخاذلوا ولا يتقاعسوا ولا ييأسوا، لأن النصر هو صبر ساعة، وإن شاء الله كل ثورة نزيهة تقوم على الشرف، تقوم على الإصرار والتخلص من الظلم ومن الإهانة، إن شاء الله وتعالى أكيد منتصرة حتى أن طالت قليلاً.